تجي الفرحة حلم. عالمي كله ورود يملي الدنيا وجود، عالمي كله ورود يملي الدنيا وجود. رغم إني في حياتي الرياح حائرة، حائرة لحظة زماني ضايعة، ضايعة بوجه الرياح. الصبر مني يعاني، مسافرة فيني جراح. الصبر مني يعاني، مسافرة فيني جراح. ليل وامطار وشراع، خطوتي هم وضياع. ليل وامطار وشراع، خطوتي هم وضياع. بالكون الوسيع ما بين أقرب أحلامي تضيع، تعبت وضاق بالكون الوسيع ما بين أقرب أحلامي تضيع. ألم فيني، ألم فيني أخذني وضيع. بلا شوقي، بلا شوقي ولا حتى مواني. بلا شوقي، بلا شوقي ولا حتى مواني. الألم، ما الألم؟ هو شمعة تحترق وحيدة وسط الظلام، وسفين تعصف بها الريح، وميناء بعيد، ومنارة انتظار، ودون موت الاحتضار. لا 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 عبد القادر، مزاجك امبارح كان عالي جدا جدا، خصوصا بعد ما جيت من هذا راشد. راشد؟ على طاري راشد، انا اليوم موعدي معه، بروح له الحين عشان استلم الفلوس. تعجبني، تعجبني عبد الكاتر. انت يروح، يروح اليوم لهذا راشد، لكن انا متاكد ما راح يجيب فلوس. ولازم تعرف زين، اذا انت
ما يجيب فلوس هنا اليوم أنا مصدر مصدر ملف راشد يغلق كلوز مثله مثل غيره. لا لا أستاذ ليش نستعجل؟ راشد عنده طموح عالي وعالي كثير، وأحيانا الطموح العالي مثل ما علمتني يوقع بصاحبه. تعجبني عبد القادر، أنت يتكلم حكم. بس شوف، إذا هذا ما جاب فلوس ما التزم معك بالموعد، أنت على طول يجي هنا، وإذا راشد اتصل فيك أنت لا تجيب، لأنه يجوز هذا راشد اكتشفنا. ما عليك من أستاذي، راشد محل ثقة، الحين بروح له أستلم المبلغ كامل وأجيك. لحظة، هذا ملابس حلو نايس اوكي، بس احنا في عمل خاص، احنا بزنس مان، لازم يلبس ملابس اجنبي مثل هذا، واحيانا تلبس اجنبي واحيانا لا، ولكن في الشغل يفضل ان تلبس اجنبي اوكي. طيب استاذي يلا روح عن ابنك. يلا لازم يصرف هذا الشيك اليوم يا عبد الكادر. يا رب انت الشافي والمعافي يا رب، بنتي تحت رحمتك يا رب يا رب. أمي أنا بستأذن منك شوي، بوصل البنك عندي موضوع مهم، بروح ما بتأخر برجع بسرعة. وين تروح يا راشد؟ أختك طايحة مريضة وحالتنا حالة وأنت تقول لي بروح البنك؟ الله يهديك. بس يا أمي موعد مهم وما يتأجل، موعد تتوقف عليه كل أحلامي، أوعدك قبل ما تطلع هي من العناية أكون أنا واصل. يا راشد أبوك ما موجود وما حد عندنا، ولا سمح الله يصير شيء في أختك، محتاجين رجل معانا. يا أمي أرجوك ما راح أتأخر. أنا قلت لا يعني لا. ما علي يا أمي خليه يروح، في النهاية وجوده ما راح يقدم ولا يأخر شيء، هذا قضاء الله يا أمي وحكمته، والله عالم متى بتطلع من العناية أصلا. سلمة هذه أختي، بدل ما تدعين وتقول الله يشافيها ويعافيها تقولين هذا الكلام. أنا الحين ما قلت شيء يا أمي، بس هذا مستقبل راشد، مستقبله وحلمه، ما معقولة نحن بنضيع أحلامنا ومستقبلنا علشانها. لين متى هالحالة يعني؟ مو معقول هالوضع. الله يخليكم خلوني في حالي، خلوني في أمي وغمي. معقولة تسويها يا راشد ويطلع الأستاذ فاهم منك أكثر مني؟ يعني معقولة ما راح تجي؟ وين الغلط اللي سويته وأنت كشفتني؟ معقولة أنك كشفتني؟ شكل الأستاذ راح يقفل ملفك يا راشد. مثلك مثل غيرك، كان نفسي يثق فيه الأستاذ أكثر.
بس هو دائما يطلع صح وانا غلط. يا خسارة يا خسارة. الله هو العالم بالنوايا. يا رب انت الغفور الرحيم والمسامح الكريم لزلة الإنسان الضعيف. يا رب. بشر أمي. يا رب يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. خير؟ ايش مستوي انت؟ وين يا ابو راشد؟ احنا نتصل فيك وانت ما ترد علينا. ترى جهازي كان في السياره، شفت رسالتكم وجيت على طول. خير علاه بس ايش استوالة؟ ما اعرف، تعبت مره واحده وجبناها دخلوها العنايه. أنا بروح البنك شوية ما بتأخر. روح يا ولدي شوف مصالحك، وإذا صار أي شيء أنا بتصل فيك. يا أبو راشد كيف تخليه يروح البنك وأخته طايحة بالعناية؟ يا أبو راشد خليه يروح شوف مصالح الولد، إيش بيسوي يعني إذا جلس هو؟ روح يا ولدي توكل على الله. روح إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنتوا أهل البنت المريضة؟ إي نعم نحن أهلها. أبوي أنا بترحب بسير الحين. زين برجع بكل ولد. لو سمحت لحظة، أنت من العائلة؟ نعم أنا أخوها البنت. خير ليش؟ الخروج حاليا ممنوع لأي فرد من العائلة. وليش ممنوع؟ ليش اللي صاير؟ بعدين أنت من عشان تمنعني؟ أنا مسؤول الأمن في هذا المستشفى، بالتالي من واجبي أمنع أحد منكم يطلع. إحنا نعتقد أن البنت تعرضت لحالة من الإساءة، خلونا ننتظر رأي الطبيب وبعدها نقرر. هذه بنتنا أو مو معقولة أن احنا نسئلة؟
أنت الصح، دائما أنت الصح يا سعد. شفت القهر؟ حتى وهي على فراش الموت تريد تاخذ كل أحلامنا معاها. متى نتخلص منها يا راشد؟ متى؟ هلا قاهرني أكيد إن عبد القادر ما بينتظر بي وبيحصل لحد غيري يشاركه. زين ليش ما تحاول تتصل فيه؟ يمكن يعطيك مهلة لبكرة. عبد القادر وأنا أعرفه ما راح ينتظرني، ما راح ينتظرني. بعدين كم مرة أنا أوعد وأخلف، ما أعرف إيش أقول له. وهو بكل سهولة يحصل له واحد يشاركه ويدفع له الفلوس. كل أحلامي متروحة. والسبب هي أنا خايف لأن طول المستشفى ويوصل الخبر للجيران ويجون هنا وينكشف السر اللي خبيناه طول هالسنين. يا أبو راشد المستشفى بعيد عن البيت وإحنا ساكنين بمزرعة، وبعدين هني ما حد يعرفنا. شريفة ماشي مضمون هذه الأيام، الأخبار توصل بسرعة، اتصالات شغالة. الله يستر بس ما نتأخر. أنا ما خايفة من شيء، أنا خايفة بس من جارتنا أم سعد. غريبة، بيت براشد وين راحوا؟ أنا من الصبح جالسة ما شفت حد، لا طلع ولا دخل. وين راحوا؟ جالسة أموت وأعرف وين راحوا. أنت موجود هنا يا أحمد ها؟ إيدك يا ناصر؟ أنا تقول لي شيل إيدك؟ أشيل إيدي يوم تعطيني فلوسي؟ أعطيني فلوسي ولا تراني بقتلك؟ بقتلك؟ كيف حال البنت الحين؟ الحمد لله حالتها ممتازة وإحنا فحوصاتنا كلها طبيعية. يعني أفهم من كلامك إننا نستبعد حال البنت تعرضها للإساءة أو عنف وما نتواصل مع الشرطة؟ لا 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 ما في داعي للشرطة، إحنا كل فحوصاتنا طبيعية. البنت صار معها حالة تشنج، وهذه حالة التشنج تصيب كل الحالات اللي مثل حالتها. مشكورة دكتور وجزاك الله ألف خير. الحمد لله. اسمح لنا أخ سالم على اللي صار، تعرف هذا عملنا. المهم الحمد لله على سلامتها. مسموحين يا ولدي، هذا واجبكم واحنا مقدرين هذا الشيء. طيب دكتور الحين متى ممكن تطلع عشان نوديها معنا البيت؟ احنا الليله راح نخليها تحت الملاحظه ان شاء الله، وبكره تطلع من الصبح ان شاء الله خير. ان شاء الله ان شاء الله. سلام عليكم. شكرا دكتور.
ماما انت مو في سوي مني سوي مني تش عليك قولي لي ماما شريفة وين راحت ماما شريفة انا ما في معلوم هو برا ماما شريفة برا ها ما تبغين تقولي لي ها انزين وماما سلمى وين راحت ماما سلمى بعد سمسم ماما شريفة روب برا ماما شريفة ماما سلمى سمسم برا انت وحدة ما تبغين تعلميني لكن مو علي تعالي تعالي جلسي نتاشا انت وايد حلوة نتاشا انت وايد زينة شكرا ماما نتاشا انت خبري انا ماما شريفة ماما سلمى وين يروح انا يعطي فلوس شوف ماما تو وقت واجد في اخر بكره واجد شغل انا تو في ريد نوم انت في رو خلي انا اوكي يلا باي باي وايد في شغل وايد في نوم لكن على منو ان ما عرفت وين راحوا ما اكون انا مساعد يلا ابوي الحمد لله رح اطمن على سدرة وانا بستأذن عنكم بروح اشوف عبد القادر احاول اقنعه انه يرجعني في المشروع معاه ان شاء الله بيرجعك وبيقدر ظروفك بس انت توكل على الله وان شاء الله خير ان شاء الله يا ابوي ان شاء الله والله لو تعرف يا ابوي هالمشروع يعني كيف وهو طموحي لانه مشروع جديد وانا حقيت عليه كثير عشان يدخلني بالمشروع ادعوا لي ان اتوفق ويرضى يرجعني للمشروع ان شاء الله الله يوفقك يا راشد زين يا ولدي احنا بنتقدمك للبيت انت توكل على الله ان شاء الله يلا يلا سلم يلا تفضل طيب يا قمر وصلت فيك المواصيل انك تسكرين سماعه بويهي والله لدفعك الثمن غالي ليش ما رديت على المكالمه هذه يومي توم بعد كيف نروح نحكي معها أحسن لو نرد عليها توا تبقى تحكي برشا وتسأل والكل من حقها عمتي شكلها تخاف عليك يا عسل عندها الحق إيش رأيك بالمكان؟ أي حلو طيب تطلبي شيء؟ على كيفك اختار انت على ذوقي اي على ذوقك طيب لو سمحت طيب ثانك يو شكرا
سلامات سلامات. ها ايش فيكم؟ من وين راجعين؟ ها من الصبح وانا قاعده انطر ويا هذه البنيه اللي اسمها نتاشا. الا امك وينه؟ امي مع راشد. ايوه يشترون اغراض شويه من السوق. ام سعد نحن راجعين تعبانين ونبى نرتاح، سمحي لنا عن اذنك. يلا سلمى. ان شاء الله يا بابا. غريبة هالسالفة، سلمى راكبة ويا أبوها السيارة وشريفة راكبة ويا ولدها السيارة، ليش ما ركبوا في سيارة واحدة؟ لا 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 أكيد السالفة فيها إن Hi my friend, how are you? How are you sir? Good. Yes sir. Do you know Abdulkader? Yes I know sir. What's coming here? Abdulkader sir is not coming here for a long time. Sorry sir. Sure. Yes. يا ترى وين بتكون عبدالقادر؟ كل تلفوناته مغلقة. بكره ما تتصل فيه، روح البيت احسن لي وارتاح. صباح ربح. Je suis accroché à toi. Okay, my friend. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Je suis épuisé. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits. متى راح اخلص من هالعذاب وهالالم وارتاح؟ متى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من انت؟ ناصر. ناصر؟ ناصر. ايش تبي بهالليل يا عقلي؟ محتاج 65 ريال. 65 ريال؟ اي بس 65 ريال. محتاج. بس 65 ريال؟ بس. حاضر حاضر. امسك الهوز اسقع ثلاث اربع شرات وانا بروح داخل بوكي، داخل اجيب بوكي وياك ان شاء الله. الله سليمان. ايش تريدي؟ بعد اليوم بتتأخر في الشغل؟ ايوه انا عندي قضية جديدة ولازم اجتمع مع الموكلين. شو رايك على طريقك توديني بيت ابوي؟ خذي سيارتك وروحي زوريهم بروحك. ان شاء الله. انا امزح معك. يلا انتظرك. صدق بتشيلنا وياك؟ ايه
دقايق أبدل وأرجع. ماما مساعد جاي. سلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي تفضلي. أم سعد أمي ما موجودة. وأدري هذه عادتها، أمك دوم ما موجودة. بس قولي لي أمك وين راحت؟ من البارحة ما نايمة في البيت، قولي لي وين راحت؟ أمي لا تلفي ولا تدوري، قولي لي أمك وين راحت؟ نتاشا نتاشا جيبي لي شاي وجيبي لي ماي بارد أبرد على قلبي. من البارحة وأنا قاعدة أنطر مراشد، أبا أعرف وين راحت. سلمى خبريني قولي لي أمك وين راحت؟ سليمان حاول اليوم ما تتأخر. حاضر تأمري أمر. سلمي لي على عمي يعقوب كثير. إن شاء الله. يلا الله يحفظك. الله معك. مع السلامة. نتاشا أحسن شيء تسوينا الشاي. أهلي في الطريق ومعاهم سدرة، وهذه جالسة معانا للحين، أكيد بتشوفهم وتعرف كل شيء. سلمى قولي لي من متى أمك زعلانة مع أبوك؟ أمي إيش هالكلام يا خالتي؟ لا زعلانين ولا شيء. حبيبتي أنا مثل أمك، قولي لي إذا كانت أمك زعلانة مع أبوك علشان أقدر أصلح بينهم. لا إله إلا الله يا خالتي، خبرتك لا زعلانين ولا شيء. إذا ما كانوا زعلانين مع بعض عيل أمك وين؟ قولي لي. هذه الحين كيف أتخلص منها؟ ها جاتني فكرة. أخ بطني. شفيت؟ ما أعرف، أحس بطني فجأة عورتني يا خالتي. تمك زينة؟ ما أعرف خالتي، ساعديني الله يخليك. يلا يلا غرفتي. يلا 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 تعال 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 ما قادرة ما قادرة يا خالتي. أخ تعال. أيوة جاسم، البورش واللكسس نطفوهم والرنج ودوه للاسطبل. أنا عندي اجتماع في وزارة التجارة وبعدها أجي. أقول لك صار على الموضوع اللي قلت لك عنه. أي المهم فتح مخك زين. ها والأمور الثانية بعد صار عليها شيء؟ يلا يعطيك العافية، مع السلامة. خليك يا خالتي اليوم ابدا لا تخليني. تعرفي امي ما موجوده في البيت. لا تخافين حبيبتي، انا في مثابه امك والجار للجار. لا تخافين.
لا تخافي أنا معك. خالتي وين رايحة؟ قلت لك لا تخليني اليوم أبدا. ما بخليك. نامي أنتي. نامي نامي حبيبتي. نامي حبيبتي. نامي وترتاحين إن شاء الله. إن شاء الله يا خالتي. نامي. سلمى ونتاشا وين؟ ما اشوف حد في البيت. انا موجود بابا، بس مشكله ماما ومساد داخل البيت. ربما هي من تخبئنا فيها، تجرنا الى بقعه العتب، تنوء بنا بعيدا عن الوجود، الاسرار. ربما هي تلك البيوت